السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم إن شاء الله نحضر معاكم برياني باللحم. أنا درت من قبل برياني دجاج، اليوم إن شاء الله ندير معاكم برياني لحم. نشوف مع بعض مكونات. عندي طماطم، بصل، ثوم، فلفل حار اختياري، بطاطس، هذه البطاطس غادي نقليها، جزر مبشور، وهذا البصل تاهي غنقليها في الاخر نزين بها الطبق. وهذا معجون الثوم والزنجبيل اختياري، احنا ممكن نديروا الثوم الفريش والزنجبيل يا اما بودره او فريش. انا كان عندي في الثلاجه وغنستخدمه منه معلقه واحده. بالنسبة للتوابل عندي كمون وفلفل حار وكزبرة وكركم وفلفل أسود وزنجبيل بودرة، الكمية اللي تناسبكم. أنا استخدمت نص ملعقة من كل شيء إلا الكركم معلقة واحدة. هذا لحم غنم، حط طنجرة على النار، حط فيها كمية زيت أو زبدة، عود قرفة، وحبات من الهيل، وحبات من اثنين ورقات ورقة غار او ورق، احنا كنقولها ورقة سيدنا موسى. وحبات من القرنفل، ونضيف البصل. هذه الاعشاب الجافة كتعطي طعم زوين للبرياني، ولكن اذا ما متوفراش يعني عادي ماشي مشكل. انا اضفت اللحم، حطيت البصل وبعدين اضفت اللحم، ونقلي اللحم شوي، نضيف الثوم، وهذا الخليط اللي قلت لكم من الثوم والزنجبيل، معجون الثوم والزنجبيل. اضفت ملعقه واحده صغيره كزبره، ملح وفلفل حار وكمون وكركم ملعقة صغيرة، زنجبيل وفلفل أسود، والتوابل على حسب رغبتكم أنتم. هذه 2 حبة طماطم كما قلت لكم مقطعة شرايح، هذا لومي، هذا ليمون مجفف ومطحون، احنا ممكن نعوضه بعصير ليمونة حامضة. حطيت منه ملعقة صغيرة وأضفت كمية الماء الكافية اللي يطيب فيها اللحم، وقفلت عليه الطنجرة، خليه حتى يطيب ما بين 3 ساعة و25 دقيقة. أنا سلقت الرز لمدة 5 دقائق، غير كيغلي الرز وكنخليه لمدة 5 دقائق وكنصفيه منه باش نحيد منه ديك النشا اللي زايد، باش يطلع الرز ملي طيب يجي مفلفل. عندي طنجرة على النار، حطيت فيها شوية ملعقة سمنة، أو ممكن نحط زبدة أو زيت أو أي شيء. ضفت على نص كمية الأرز، أضيف عليها كمية اللحم مع الصوص اللي فيه، انا حطيت اللحم مع الصوص اللي والتوابل وكل شيء اللي استوى مع اللحم، ونضيف عليه هذيك الجزر اللي حكيتها. ممكن تضيفوا اي نوع خضار، ممكن تحطوا الجلبانه، البازيلا او الذره. هنا النعناع والكزبره مفرومين، وفلفل حار اختيار نص الكميه، ودي البطاطا اللي قليتها، بطاطس اللي قليتها حط منها نص الكميه. نضيف كميه الرز المتبقيه، نص كميه الرز اللي بتبقيت،
انا كندير واحد خليط ديال اللي كان عندنا الزعفران الحر، كناخذ شعرات من الزعفران وكنديروهم مع الماء الزهر وكنضيفوهم في هذه المرحله، ولكن انا ما عنديش، درت غير الكركم. مره اخرى ان شاء الله يكون عندي الزعفران. وكاين واحد اللون خاص بالبرياني، لون احمر، يعني كيجي ملون، كيجي فيه جزء اصفر واحمر والابيض اللي هو لون الارز. أضفت عليه كاس من الماء، وهذا نخليه يطيب على نار هادية لمدة تقريبا ثلث ساعة، نغطيه ونخليه يطيب على نار هادية. انا ملي طاب الرز، هذه واحد الصوص كنحضروه مع كتكال مع البرياني، حتى في مطاعم كيقدموه مع البرياني ولا مع المندي، مندي اللحم او مندي الدجاج. فيها طماطم، انا عندي أربعة حبات من طماطم، وعصير 2 ليمونه حامضه، وفلفل حار حسب ذوقكم، وثلاث فصوص من الثوم، وكمون، وفلفل اسود رشه صغيره، وملح. هذا الصوص طعمها رائع، ما كنطيبوه لمجرد ان كنطحنوها وصافي، كنقدموها بارده مع الاكل، كتحط فوق الاكل، فوق الرز، وبتقوي المناعه لان فيها ثوم وفيها فلفل حار، فيها عصير ليمون. لو جربتوه ان شاء الله تعجبكم. هنا صافي بديت كنقدم الارز، حطيت عليه البطاطس اللي قليتها هي والبصل، وباقي النعناع والكزبرة الخضراء، فستق محمر، كاجو محمر، وصنوبر، وزبيب. وهذه الصلصة اللي درتها، اللي طحنتها، اقدمها معه. وهذا طبق البرياني اللحم بعد ما جهزته، وقدمت معه الصلصة اللي شفتها اللي طحنتها قدامكم. أتمنى تجربوا برياني اللحم ويعجبكم، وإذا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك واشتركوا في قناتي، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو القادم. مع السلامة، في أمان الله.